هنبدأ دلوقتي يا جماعة المحاضرة الثانية في سوري المحاضرة الأولى في الأسبوع الثاني في الأسابيع المتبقية لينا، وذلك بالنسبة لمادة التحليل الفني. هتلاقينا لسه إن أنا بتكلم على الصراع الحادث في الأسواق المالية ما بين البائعين والمشترين، وبناء عليه ببدأ إن أنا أتكلم على لسه موجودة في الفصل الثاني والأشكال البيانية أو الرسوم البيانية اللي أنا من خلالها بقدر أتعرف على حركة السهم ده. تمام؟ وقفنا هناك فيها كانت الشموع اليابانية، كنا بدأنا نقول إن هي بدأت تدي أهمية كبيرة جدا بالنسبة لسعر الفتح. بدأنا إن احنا نقول إن هي شكلها زي الشمعة الطبيعية وليها فتيل علوي وفتيل سفلي. الفتيل العلوي هو أعلى سعر بالنسبة للسهم، الفتيل السفلي هو أدنى سعر بالنسبة للسهم أو أدنى سعر وصل إليه السهم. لاحظ أن سعر الفتح قد يقع في الأعلى وقد يقع في الأسفل بناء على هل هو كان بقى أعلى سعر ولا أدنى سعر، وبالنسبة لذلك بناء على ذلك سعر الإقفال. بدأنا نقول إن أنا عندي جسم الشمعة نفسه بيطلق عليه الريال بودي، بدأت أقول إن الفتيل أو هو عبارة عن بطلق عليه اسم الشادو. طيب كنا بقى واقفين عند تمثيلها، هبدأ إن أنا أتكلم على تمثيلها. هتلاقي إن الشموع اليابانية بيبقى شكلها، بص عندك جسم الشمعة اللي هو لونه باللبني ده، فهو دوت هو عبارة عن الريال بودي. تمام؟ بعد كده بدأ يحط لي في الفتيل الأعلى وفي الفتيل السفلي. الفتيل العلوي هو أعلى سعر وصل إليه السهم، وبناء عليه هو الأبر شادو أو هو عبارة عن الظل اللي فوق الظل العلوي، وفي الظل السفلي اللي هو اللور. تمام؟ بعد كده بدأ يحط لي الأوبننج والكلوزنج، فبدأ يحط سعر السهم هنا بقى مش مهم أحطه فين، هنا بيعرفني بس الرسمة، لكن هنبدأ نحدد بيتحطوا فين بناء على لون الشمعة. فأنا عندي هنا في الأوبننج برايس وفي الكلوزنج برايس، يبقى هو هنا جمع ما بين الهاي وجمع ما بين اللو وجمع ما بين الأوبن وجمع ما بين الكلوز، وفي لور شادو وفي أبر شادو وفي ريل بودي اللي هو جسم الشمعة. تمام؟ ده شكل الشمعة اليابانية، وقلنا إن هو أعطى أهمية بالنسبة لسعر الفتح جدا، كان في اللي قبله بيعطوا أهمية بالنسبة لسعر الإقفال، لكن بالنسبة للشموع اليابانية أعطت أهمية بالنسبة لسعر الفتح. فبدأ يقول لك إن أنا في الشموع اليابانية في يوم ارتفاع الأسعار بيكون الإغلاق، يعني سعر السهم في آخر اليوم بيبقى أكبر من السعر اللي فتح عليه السهم، وبالتالي فبيتم رسم الشموع اليابانية باللون الأبيض وتمثل يوم جني الأرباح. تمام؟ يبقى لما بيكون اللون ابيض او في ارباح بيبقى فيه لون ابيض، اللون الابيض يبقى دليل على جني الارباح. طب اللون الابيض يعني ايه؟ يعني سعر الاغلاق بتاع اخر سعر وصل له السهم في اليوم ده كان اكبر من السعر اللي فتح عليه السهم، وليكن ان سهم الف فتح على 60 جنيه قفل مثلا على 100 جنيه، يبقى فيه ربح، يبقى فيه جني ارباح، يبقى الشمعه دي لازم تبقى لونها ابيض، لان خلي بالك ممكن يجي لك في الامتحان. تمام؟ شمعه مظلله او شمعه بيضاء. طيب وعندما يكون الفتح اكبر، يعني احنا فتحنا بقى بدل ما نفتح على 60 جنيه ده احنا فتحنا على 100 جنيه، ففوجئنا ان سعر الاغلاق هو اللي وصل 60، يعني كنت فاتح على 100 المفروض ان انا طبيعي اعلى بقى، راح جاي قايل لك لا ده انا لقيت نفسي انخفضت ل 60، وبالتالي هيبقى في خسائر وهتمثل باللون الاسود. يبقى انا عندي هنا الشمعه البيضاء هي الشمعه التي تمثل جني الارباح، وبالتالي بيبقى فيها سعر الاغلاق اكبر من سعر الفتح، بينما الشمعه لو باللون الاسود يبقى الشمعه حضرتك ان انا عملت خسائر دلوقتي، وبناء عليه كان سعر الفتح أكبر من سعر الإغلاق. حلو؟ أدي الشمعة البيضاء وأدي الشمعة السوداء. بدأ يقول لك إن أنا عندي هنا خلي بالك طالما إن الشمعة دي سوداء، بص هتلاقي ان انا عندي هنا في الهاي واللو نفسهم، الهاي اتحط على البيرش او البولش في الشمعتين، في حد اعلى للسعر او اعلى سعر وصل له السهم وادنى سعر وصل له السهم، بينما في الاوبننج برايس والكلوزنج برايس بقى دي اللي مهمه قوي. في الشمعه السوداء كان الاوبننج برايس اعلى قفلت على كلوزنج اقل، طيب وبالتالي حصل خساره. لما جيت بالنسبه للشمعه البيضاء لقيت ان الكلوزنج برايس عالي ناحيه العالي، تمام، ولكن الاوبننج برايس كان ناحيه الاقل، يبقى حصل مكسب لان انا قفلت على سعر عالي. تمام؟ وبناء عليه لما بتحصل خسارة أو إن بيبقى فيه شمعة سوداء بيبقى ده بيدل إن في بائعين كتير جدا دخلوا وبالتالي قللوا لي السعر. طيب على العكس بالنسبة للشمعة البيضاء ألاقي إن أنا عندي في بائعين كتير جدا انسحبوا،
انسحبوا ودخل بدلهم مشترين علوا لي السعر. يبقى البائع هو البيرش وهو مسؤول عن انخفاض السعر، وهو المسؤول انه يخلوا الشمعة سودة. البولش هو عبارة عن باللون اللي خلالي الشمعة بقت بيضة نتيجة لانه دخل اشترى كتير فرفع لي السعر. اوكي، بعد كده بالنسبة للشموع اليابانية دي تقدر تتكلم برضو عليها، او دي رسمة اوضح شوية. عندك الهايست برايس هنا الاتنين واحد، اللوست برايس بدأ يتكلم على الاوبننج، اذا كان عادي وبعد كده انخفض يبقى ديت شمعة سودة، وبالتالي ديت هي عبارة عن جزء بتاع البيرش او في خسائر. عندي هنا ديت شمعة بيضة، فبالتالي ان انا عندي ديت الكلوزنج برايس كان ليها اعلى من الاوبننج برايس، فبالتالي حصل مكسب، وبالتالي دي في دخول لمشترين. فبتقدر تقول يعني دي رسمة توضيحية أكتر من التانية. يعني عندي هنا إيه تاني؟ بص يا سيدي، بدأ إن هو بيعرف لك برضو علشان الرسمة توضح شوية. How to read the stock candlestick chart pattern. لما بتكون الشمعة سودة يبقى خلي بالك ان طبيعي ان انا عندي هنا في دببه او في بائعين، ناس كتير داخله اهي، بص متجهه ناحيه الشمعه انها تبيع، فبدات تقلل السعر. راح جايه قايل لك طيب، طب لو انا بولش او ان انا الشمعه بتاعتي بيضه يبقى في بولش بيدخلوا عندي او ترين او اللي هم المشترين فداخلين بيزقوا، بمعنى اصح خلي بالك متخيل لو الـ البول ده دخل على الشمعه تحس ان هو بيزقها لاعلى، تمام؟ زقوا الأعلى ده يعني بيرفع السعر فيها، فبالتالي بيعمل مكاسب. فتيجي تبص تحت يقول لك إن أنا عندي بالنسبة لي الجزء بتاع الدببة اللي هو في الشمعة السوداء تلاقيه بيقول لك الستوك تريندنج داون، يبقى بدأ السهم ينزل نتيجة لأن في بير والبير بيبيع وبيبيع، يعني السهم بينزل. طيب بالنسبة للبولش، بولش قال لك إن أنا عندي هنا أو البول ماركت بدأ إن هو الستوك تريند أب، بدأ يشتري فبدأ يعلي السهم. حتى هي بص الأسهم أهي، بالنسبة للبير خلي بالك بتبقى نازلة، بالنسبة للبول بتبقى طالعة، بالنسبة لسعر السهم لو انخفض فبيبقى أحمر، عشان كده بنحط الدببة باللون الأحمر، لو ارتفع بيبقى أخضر، وبالتالي بنحط البول باللون الأخضر. أوكي، فأعتقد هي لطيفة، هي فيها كلام كتير بس لطيفة. بوينت أند فيجر بدأ بقى ان يقول لك ان خلي بالك بتختلف الطريقه دي تماما عن الطرق اللي كانت قبل كده. ليه؟ نتيجه لانها بتغفل عامل الزمن، بتغفله يعني، فاهم؟ ما بتتعاملش معاه اصلا. يعني هناك كان كله يقول لك لا زمن وسعر، زمن وسعر، لا هي بدأت تغفل عامل الزمن نهائي. هي بتأثر على حاجه واحده او بتبص على حاجه واحده، هي رسم خاص بالسعر، او بص بقى النقطه دي بمعنى ادق انها بتتابع تغيرات السعر فقط، هل ارتفع هل انخفض، دون الاهتمام بتوقيته ارتفع امتى او انخفض امتى. انا ما يهمنيش، انا يهمني هو ارتفع ولا انخفض بس. فبيقول لك بتختص برصد الدايركشن بتاع السهم، هل هو صاعد، هل هو هابط، هل هو هيرتفع، هل هو هينخفض، بدون رغبه في التعرف على زمنه. فبيتم تسجيل حركه السعر، اذا ارتفع ببدا اخد احط اكس، بعمل مربعات كده زي ما هتشوفها دلوقتي، ابدا احط اكس زي الاكس والاو، هي بالظبط اكس ان او. وي الواي خلي بالك ببدا يحط واي او او، هي الافضل او، معلش نغيرها هي او، ان بس التسجيل مش هقدر ارجع تاني البرزنتيشن اغيرها. الاو بتدل على انخفاض السهم، يبقى الاكس هترفع السهم، الاو هتدل على انخفاض السهم، وبالتالي ده بيكون شكلها بوينت اند فيجر. هي بالعربي زي الانجليزي ملهاش ترجمه عربي. هتلاقي ان انت عندك الشكل ده ممكن عادي تبقى الرسمة يعني المحددات دي عشان برسم بيها المربعات يعني من اليمين او من الشمال مفيش مشكلة. فانا عندي هنا خلي بالك كل الاكس دي معناه ان السهم بيطلع اهو عمال يطلع، اكس رسمتها تحت بعد كده طلعت بيها طلعت بيها طلعت بيها طلعت بيها، بعد كده لقيته من عند الاكس التانية نزل، تمام؟ بعد كده فضل ينزل ينزل ينزل، وبعد كده من عند الاور تانية من تحت بدأ يطلع 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 يطلع، وبعد كده بدأ ينزل، وبعد كده يطلع، وبعد كده ينزل. فدي بتقول لك هو بيطلع، لو لقيت اكس اعرف انه بيطلع، لو لقيت او اعرف انه بينزل، ما يهمنيش هو طلع امتى ونزل امتى، تمام؟ لكن خلي بالك كل اكس من دول، يعني لو احنا خدنا الاكس دي كده هتلاقيها عامله زي مربع او مستطيل مختص بيها، فببدأ اعرف رينجه قد ايه، رينجه صعوده او هبوطه.
فخلي بالك مثلا نقول ان هو 1 2 3 4 5 في 5 اكس اهم، ونقول مثلا ان كل مربع كان ب 10، يبقى هو مثلا كان من سعر 10 جنيه طلع 5 مربعات يبقى لغاية 50. حلو، راح جاي عند ال 40 نازل 10 ونزل 10 ونزل 10 ونزل 10 ونزل 10 ونزل 10، وجه من وهو عند العشرة التانية بدأ يرفع 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 يرفع. أنا اللي يهمني في الشكل ده أنت مش هتعمل حسابات، اللي يهمني في الشكل ده أن أنت هتعرف أن الإكس هي علامة صعود، الأو هي علامة هبوط، أوكي؟ وأن البوينت أند فيجر بتهتم بالدايركشن وبتخفي العامل. وبكده نكون خلصنا المحاضرة دي كمان، وهنكمل البوينت أند فيجر في المحاضرة التانية اللي جاية في الأسبوع، اللي هي في الأسبوع التاني يعني. دكتور سميرة علام.